بسم الله الرحمن الرحيم. لو حد بيشوف الفيديو ده دلوقتي فده معناه ان انا مت. ياريت لو يقرأ لي الفاتحة ويقرأها لأمواتنا جميعا. وده أولا. ثانيا، دي وصية شرعية واجبة النفاذ، هسأله أو أسألها عليها يوم الدين. ثالثا، ده رقم حسابي في البنك في كل الفلوس اللي أنا حوشها. ياريت يعملها وديعة باسم ملك بنتي محددة المدة، لما يبقى عندها 21 سنة تقدر تصرفها والفوائد بتاعتها تعيش منها وتصرف منها على مذاكرتها. وده تلت اللي أنا بملكه، أما التلتين التانيين فهما نصيبي في بيت أبويا الله يرحمه ونصيبي في بيتي في مصر. ياريت لو يخليهم لصالح الأيتام، يعمل دار أيتام أو أي حاجة للأيتام. بخصوص لبسي فأنا عايزة كل لبسي يرجع مصر، كل هدومي ترجع مصر، صدقة على روحي. قاعدة جاكيت أو بلوزة يديهم لملك بنتي من ريحتي. فاضل آخر حاجة، أنا عايزة الدفن جنب أمي في مصر. والنبي أنا عايزة أدفن جنب أمي في مصر. شاينوش ميك هولت إز أسون أكيد أولادك أولد. مروة لا يا بنتو، لا لا يا رب، أعمل الملك، أعمل الملك يا رب، صبرني يا رب صبرني.